بعضهم ليقول متألما ويذكر حاله متألما، يقول أين أذهب ببصري، أين أذهب ببصري، إذا خرجت من بيتي ليس أمامي إلا أفخاذ عارية وصدور بادية وشعور مكشوفة وفتن تعصف وأنا شاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، رواه البخاري. فلله در أقوام لله ولرسوله استجابوا، ولأمر ربهم أطاعوا وإليه أنابوا. عباد الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.